استقبل أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان بمكتبة السفير الإيطالي بمصر ميكيلي كواروني. وخلال اللقاء أكد السفير الإيطالي أن مصر تعتبر الشريك الرئيسي لبلاده في الشرق الأوسط وفي منطقة المتوسط، مشيرا إلى رغبة وزير الخارجية الإيطالي في زيارة مصر، كما أعلن عن زيارة وفد برلماني من مجلس الشيوخ الإيطالي إلى القاهرة نهاية هذا الشهر.